أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة البحرين الرياضية في هذا البث المباشر من برنامجكم الأسبوعي في طلة جديد الساعة 9:30 أكشخ شوية، وحلقة طبعا نهاية مربع السداسي، واللي طبعا عقب مباراة اليوم بين الحالة والرفاع طبعا عرفنا الأضلاع الأربعة المتوقعة اللي تأهلت إلى المربع الذهبي. طبعا السبت اللي راح طبعا لظروف الحداد على وفاة سلطان غابوس الله يرحمه طبعا ما قدرنا نطلع حلقة ففاتتنا جولات، وبالتالي اليوم راح نختصر يعني انطلاقة الجولة الأولى بسرد النتائج، ومن ثم إلقاء الضوء على جيم 2 مباراة محارق والنجمة، وجيم 2 مباراة الحالة والرفاع، وجيم 3 مباراة الحالة والرفاع. لكن قبل أن ندخل في التفاصيل خلوني أرحب به نقل برنامج الأمفاير الكابتن ريان محمود والكابتن عبد الله الفحل. مسي عليكم بالخير. مسي عليك على المشاهدين. الله يمسيك بالنور وعلى المشاهدين. طبعا مشاهدينا الكرام نبتدي بمباراة المحرق والنجمة جيم 1. فقط للتذكير ان الفريقين او نظام المربع اللي هو او نظام الدوري بصورة سريعة على اساس اللي انضم ويانا يتابع قناة البحرين الرياضية وبرنامج أون فاير، الدوري فيه 12 فريق، اول 6 يتأهلون الى دور السداسي والسابع ليل 12 يتأهلون الى دور الفضي. من الأول للسادس يلعبون طبعا مرحلة سداسية، الأول والثاني في المرحلة السداسية يتأهلون مباشرة إلى المربع الذهبي كمكافأة لهم، وهو الأهلي والمنامة اللي تأهلوا إلى المربع الذهبي بصورة مباشرة. المحرق طبعا حصل المركز الرابع، الرفاع المركز الثالث، النجم المركز الخامس، الحالة المركز الرابع، الثالث مع السادس طبعا لعبوا مبارتين، والرابع مع الخامس لعبوا مبارتين. طبعا المباراة الأولى كانت بين المحرق صاحب مركز الرابع مع صاحب المركز الخامس، مباراة كانت بين فريقي النجمة والمحرق. طبعا أي مباراة يلعب فيها النجمة تكون مباراة هجومية سريعة، خسر فيها النجمة ب 114 نقطة مقابل 104 نقاط. طبعا هذه إحصائية سريعة لأبرز ما دار في المباراة. وننتقل إلى المباراة الثانية اللي طبعا كانت بين فريقي الحالة والرفاع، اللي باغت فيه الحالة فريق الرفاع وحقق عليه فوز أول في هذه المباراة بنتيجة 78 نقطة مقابل 77 نقطة. هذه أبرز إحصائيات المباراة، مع أن الأرقام تشير إلى أفضلية رفاعية في المباراة، لكن الأداء الهجومي كان أدق في فريق الحالة بفارغ. يعني انت تلاحظ اول خانه، لاحظ الفيلد جول، هذه هو الشوتينج الهجومي على الفريقين، من الفريقين الحاله شات 58، الحاله شات 59، الرفاع شات 58، بس الحاله افضل في التسجيل بنسبه طفيفه، والنتيجه هي كانت 78 مقابل 77 نقطه. طبعا قبل لا ادخل في جيم 2 بين المحرق والنجمه، كابتن عبد الله في البدايه الجوله الاولى بصورة سريعة محرق والنجمة كانت مباراة مفتوحة تألق فيها سي جي. طبعا الشوط الأولي استطاع المحرق يسوي أجسمنت في الشوط الثاني والتغلب خبرته بصراحة، يوم دخل علي شكر الله حد من سي جي بست نقاط في الشوط الثاني، لكن المباراة ورا روعة مفتوحة NBA ستايل تألقوا فيه، وكان اللعب مفتوح لآخر درجة، لكن محرق استطاع التفوق بس بخبرته. أتكلم عن المباراة الأولى. طبعا كابتن ريان، محرق والنجمة متعة في المشاهدة بغض النظر عن النتيجة، متعة تمتع المشاهد. أنا ساعات أنا أعترف لكم وأعترف للمشاهدين، لأن بنحلل لازم تشوف كل المباريات، في بعض المباريات تكون ثقيلة على قلبك تشوف. صحيح. محرق والنجمة المبارتين بصراحة مبارتين متعة يستمتع فيهم، أشوفهم مو كمحلل، أشوفهم كجمهور أكون مستمتع في المباراة. والحالة بين لنا أداء مغاير في أول مباراة مع الرفاع، يعني غير الحالة اللي شفناه، فكان الحالة وايد أفضل من الأدوار السابقة. نعم. الروح رجعت حق الحالة المباراة الأولى. حتى بس المباراة الأولى. عزيمة خلاص. حلو. طبعًا ننتقل إلى خالد جيم 2 ولا جيم 2 محرق المحرق والنجمة. طبعًا جيم 2 المحرق والنجمة نستعرض الإحصائيات بين الفريقين، هذه من أحلى مباريات الدوري اللي شفناها من سنين اعتقد، يعني خاصة في مباريات مهمة. Two overtimes طبعا 93 93 انتهت المباراة في وقتها الاصلي،
لكن هذه الاحصائيه طبعا لمجموع، شوف انت عدد الشوتينج النزعه الهجوميه عند الفريقين 93 و98 محاوله، يعني مباراه مفتوحه هجوميه، مباراه مفتوحه انظلم فيها النجمه في 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 كولز، خصوصا كول 3 الثري فري ثروز حق كيفن ميرفي. الصفاره عقبها اعتقد خذ دربل بعد، ما اريد عندنا لقطات ولا لا، بس ما كانت ثري، ممكن ان سبورتسمان لايك فاول، ممكن يعني هاي تقدير حكم، بس انه تعطيه ثري فري ثروز غلط، النجمه ظلم فيها. وانا شوف تدريبيا انا المباراه جدا استمتعت بالكابتن احمد نجات والكابتن رؤوف، اللي ما حبيته فيهم لين في نهايه المباراه وفي نهايه الاشواط طالعين من تايم اوت، احمد نجات لعب 1 1 حق احمد حسن، ما كان فيه ابداع، مفروض يكون في حركه اكثر، في ابداع ممكن اشراك كيفن ميرفي. وحتى النجمه رؤوف كان قدام 3 نقاط 30 ثانيه، شات الكره في اول 6 ثواني اوكي بس انا قاعد اعطيك، ليش قاعد اعطيك الاشياء اللي المفروض كانت تكون افضل في الفريقين. مباراه ممتعه ظلم فيها النجمه كان افضل من المحرك بصراحه. كابتن عبد الله، المباراه دي متغلبه، يعني بدا الكوارتر الاول المحرك كان سيء، يمكن 5 دقائق ما سجلوا له نقطتين، النجم كان اكثر حضور في الكوارتر الاولي. طبعا سيجي لحد الان ما كان لحل في الشوط الاول، بعد مجموع السكور اللي يابه 47 نقطه يمكن في المباراه. الشوط الثاني بدا المحرق يتعدل ويقربون النتيجه. الشوط الثالث بعد محرق أدى، لكن النجم باصراره وسرعته تعلق سيجي تعلق علي يابر، الكل كان مساهم، حتى علي عباس في كم من 30، علي جعفر. الشوط الرابع محرك فرص شخصيته، لكن في 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 اوقات كان يقدر يزيد، لكن مكافحه وعدم استسلام النادي النجم اللي عجبني صراحه كابتن رؤوف الفريق اللي يرجع مره ثانيه. طبعا انا ايد كلام كابتن ريان عن المفروض هي نقطتين، المفروض رميتين. هاي تقدير نحن طبعا يوم شفناها بالبطيء، وما معنا الحكام شافوها مره ثانيه، فلازم يكون في الحكم هو الشافع اللي احنا ما شفناه يعني. نعم طبعا انا انوه مشاهدينا الكرام ان اقدم اعتذار طبعا للاسف يعني في خلل فني في المباراه، ما قدرنا نستعرض المباراه والاخطاء هذه في او كما ينتظرها الجمهور، ولكن اللقطه الاهم راح نستعرضها الان في هاي اللقطه اللي تكلمون عنها. نشوفها يعني، هذه طبعا اللقطه اللي هي شوفها، هذه النتيجه هنا كانت النجم متقدم بثلاث نقاط، هذه شوف الاعاده راح تكون الان واضحه الاعاده. شوف الحين باقي 17 ثانيه على نهايه المباراه، شوف الخطا صار قبل لا يصوب اللاعب الكره تحت، بس هو القانون يقول لك اللاعب اذا كان في اكت اوف شوتينج، في عمليه هو التطبيق. مو في اكت اوف شوتينج اذا بتعطي كذي كل واحد ما واحد بيسمع صفاره بيرمي الكره فنوه ان الكره، يعني صار الكثير من الجدل اللي يقول لك ان بعض محبي المحرك قالوا ان اللاعب راح يشوت، اوكي اللاعب شفناه اللاعب رايح عمليه دربل باليد اليسار، لاعب النجمه عمل الخطا الشخصي، صفر الحكم وخلص اللاعب كثلاثيه. القرار هو ان تكون هناك رميتين 17 ثانيه باقي، وقد يكون خطا فني او خطا غير ان سبورتسمان فاول، لان اقل من دقيقتين هذا الخطا منع اللاعب من التسجيل، فبالتالي اعتقد يعني ظلم النجمه في هذه اللقطه، لان اللاعب كان في محاوله تنطيط الكره او عمليه دربلينج وليس في عمليه تصويب. هذه اللقطه الاهم اللي قدرنا ناخذها من المباراه. طبعا المباراه انتهت 93-93 الوقت الاصلي. الوقت الاضافي الاول كابتن ريان، توقعت ان المحرق راح يفوز؟ انا في الوقت الاضافي توقعت المحرق راح يفرق. اي توقعت المحرق راح يفرق. النجم فاجئني باصراره، والمحرق فاجئني بعدم تنظيمه. انت عندك نجوم، يعني المحرق والمنامه نجوم يمكن على مستوى الخليج، المفروض ما يتوقفون. ما في نظام في اللعب، اللعب كله يعتمد على فردية كيفن ميرفي ومحمد بوعلاي وتصويب عشوائي ساعات لبدر. أحمد حسن يلعب 1-1، أنا ما بهضم حق النجمة، النجمة 10/10 أدى مباراة يعني فنيا، قلت لك أنا يمكن خدت من أخطاء المدربين لأن كانوا واضحين في مخي، لأن على في نهاية الأوقات، بس
استراتيجية رؤوف 10 على 10، اللاعبين أدوا 10 على 10. يمكن كنت أتمنى من حلوم الأفضل، حلوم ما أدى المستوى، بس باقي اللاعبين علي جابر، قاسم حسن ما شاء الله كان عملاق في الملعب. سي جي سي جي رجعني إلى سي جي 2010 صح، رجعني إلى سي جي 2010. إيه جمب شوت سي جي 2010 ما كان يسجل هالجيم. لا لا هو التسجيل هي واز افكتيف يعني. التسجيل في مباريات النجمة انفليتد متضخم. إيه لأن في تصويب صح أكثر. أنت لا تأخذ الستات بس أخذ طريقة اللعب. صح. مباراة ممتعة تحسب للنجمة بصراحة. إحنا كجمهور بنخسر النجمة في المربع. نخسر نجومية النجمة. بنخسر النجمة في المربع وأتمنى الأفضل من المحرك. محرك إذا هذه حالكم. لحظة ما خلصنا. كابتن عبد الله. أنا بالنسبة لي الشوطين الإضافيين كانت مباراة أعصاب أكثر من فنية. نعم. شد الأعصاب هو اللي سيطر على يعني استعجال من المحرك، كل واحد بيخلص المباراة. يمكن شفناه في الكوارتر الأولي، يمكن أحمد حسن يوم طلب التايم أوت. مباراة أعصاب، بس اللي فازوا فيه المحرك لأنهم عندهم أهدأ شوي أعصاب من النجمة. لو النجمة عندهم أعصاب شوي، لأن في كانت كرات المفروض يسجلون خاصة في الثري ثرو حق النجمة، ضيعوا في الكوارتر الأوفر تايم الثاني ترى، وهذا اللي فرق. ممكن اخالف الكابتن. ايه تفضل. محرك الحكم فوز محرك. لا معلش الحكم انا شوف انا اتكلم عن قلت لك ما لا أنا الحكم فوز محرك. انا اتكلم عن الكوارترين ثانيين. احنا تكلمنا عن اللقطه الفنيه اي هاي اللقطه خلصت. انا اتكلم عن الحين الاكسترا تايم. هي راحت المباراه حق الاكسترا تايم. الاكسترا تايم اللي كان اكثر هدوء شوي اعصاب، وكانت تفرق النتيجه خاصه في الثري ثرو حق النجمه. يمكن سيجي اول مره يضيع في المباراه في ثري ثرو. تعب اي تعب. وعلي شكر الله كان يدفع. علي شكر الله كان يدفع. الكوارتر طبعا المباراه انتهت 93 93 93 وانتهت في الاكسترا تايم الاول 103 103. الفريقين سجلوا 10 نقاط ونسبه تسجيل ممتازه عقب 40 دقيقه لعب. الاكسترا تايم الثاني كابتن عبد الله شوي شفنا الهدوء الاعصاب في المحرك، لكن ما يشفع لهم عن طريقه لعبهم. استعجال فيه، لعب عشوائي زياده. النجمه تبي الصراحه لو عنده بعد لياقه، كميه لياقه، كان يحرج المحرك في الكوارتر الثاني. تعب شوي الاكسترا تايم الثاني. الاكسترا تايم الثاني نعم. فمحرك هدأ شويه وتركيز اكثر. في خمس مراكز المحرك يتفوق على النجمه. خمس مراكز الورق يعني نعم. صعب ان تحصل مباراه فريق يتفوق على فريق بخمس. انا اقول لك من ناحيه مواهب لا سي جي برز تفضل. سي جي على علي شكر الله ما يسجل. ايه ما على علي شكر الله كان ما يسجل. وانت لو تلاحظ محرق منزله محمد حسن، صار السبيسنج بعد وايد احسن. صحيح. المحرق قاعد يلعب كافراد مو كفريق. وشالوا المدرب خلاص يعني الحين سيستم المدرب موجود. كابتن احمد نجاتي يعني يبتدي ترتيبه وراقع. اسامه انت شلت افضل لاعب من النجمه وحطيته في محرق والنجمه قاعد ياخذ محرق 2 اوفر تايم وتصفيره خاطئه. انا اشوف فرق سي جي هو العلامه الفارقه. 112 108 المباراة انتهت. الفرق اللي على الخط. البنش. البنش طبعا. لا الفرق رؤوف. رؤوف له دور كبير. الفرق رؤوف. لا اكيد له دور. الفرق في التدريب. اذا اقول لك فريق يتفوق ببنشه وبخمس لاعبين على الخمس لاعبين الثانيين، ايش فرق عيل؟ مباراة مو في واحدة. طبعا. واحدة في اسطنبول واحدة في بورصة. انا اقول لك فنيا يمكن لاول مرة اشوف حرق يلعبون 2 3 هنا. اول مباراة. 2 3 زون. اول مرة اشوفهم. في دي بعد في اشياء تغيرت. تحسبها ايجابيه ولا سلبيه؟ لا انا اشوفها سلبيه. ما تدرب الفريق، ما لعب طول الموسم، يلعب 2 3 مره واحده، انا اشوفها سلبيه. حلو. طبعا ناخذ الكابتن رؤوف حبيل مباشره معنا على الخط الان. كابتن رؤوف مسي عليك بالخير. مساء الخير اخوي وسام. يا هلا فيك كابتن. عليك وعلى ضيوف الكابتن هيون كابتن عبد الله. يا هلا فيك. العافيه ان شاء الله. كابتن رؤوف طبعا اعتقد اختتمت مشوارك في الدوري بصوره اعتقد هي الابرز منذ سنوات طويله. النجمه طبعا فريق نرفع له القبعه. سر تالق النجمه قبل ادخل في سؤال ثاني عن كيفن ميرفي واللقطه الاخيره، سر تالق النجمه هذا الموسم برغم ما تمتلك محمد ابو علاي معاك. هاي نفس السؤال اللي 2015 سألتني يوم صدق بالضبط. ومن عقبها رؤوف أربع سنوات ما حققت إنجازات. إذا أقول لك استضافك في أمفاير لتي. أي والله أشك بالموضوع أشك. تفضل كابتن رؤوف. طبعا ما في سهو ولا في شيء. طبعا أنا ما بتكلم من البداية، طبعا كل عارف نجمة شون بداية فنعونة، بس إحنا تقريبا نوعا ما غيرنا طريقة اللعب.
على اساس انه قبل كان عندنا معلق نسبه امتلاك للكوع يكون اكثر. الحين وزعنا طبعا جهه اللاعبين، طبعا في لاعبين كانوا بوزيشن المراكز مالهم مختلفه غيرناها، فنوعا ما طريقه اللعب صارت في مغامره نوعا ما اكثر. نعم يعني ممكن حلو. زين سر يعني الاداء الهجومي اللي عندك، يعني المنامه المحرك دائما يرتفعون معاك، ما انت تفرض اسلوبك على الفرق، مو بهم يفرضون اسلوبك عليهم. أسامة لا سر ولا شيء، تدريب سبيسنج في الهجوم والسرعة عن العب بس. ما في سر. النجمة كل ما يشوفها يلعبون بسرعة، لياقة بدنية. أنا خالف كابتن عبد الله من ساعة يوم أقول كان إحنا نقدر نلعب في إكسترا تايم ثالث ورابع بعد، لياقتنا مو يعني ما تأثر، يعني عندنا لياقة لياقة زين. حلو. زينين إحنا، ما عندنا أي مشكلة في اللياقة. البنش يمكن يقصر كابتن عبد الله. أنا كنت أتكلم عن التركيز أزيد مو بالتركيز. التركيز، التركيز والأعصاب. نقطة ثانية بعد قبل لا أدخل كنت ما تكلمت عن اللياقة، ما شاء الله عليكم توب. حلو، اتفضل كابتن. تو ثري ما لعبوا ويانا المحرك. ما اسمع. يقول محرك ما لعبوا ويانا. عبد الله قال تو ثري لعبوا الشوط الأول. كوارتر الأول. أوكي يمكن الأول يمكن أوكي. الأول. أوكي. يمكن فترات بسيطة بس أنا عبالي إني قلت فترات الحواسمة يعني. حلو، كابتن رؤوف السؤال الأهم طبعاً، شفت اللقطة الأخيرة هاي اللي طبعاً اللي غيرت مجريات المباراة، تعليقك عليها؟ طبعا انا بتكلم في التايم اوت قبل اجاوب على السؤال عن كابتن غيون ان ليش النجمه اخذوا 6 ثواني وخلصوا الهجمه. طبعا انا اخذت التايم اوت دي على اساس ان احنا نبي نخلص الكره اخر ثانيتين بالضبط. يضحك اول كلمه قلتها حق اللاعبين الحين الوقت اهم من السكور، اخر ثانيتين نعطي الكره سيجي او ناخذ لياب في الجهه الثانيه. صح. سجلنا باسكت انتهت المباراه، ما سجلنا باسكت يبقى 5 ثواني حق المحرك ندافع، يا نسوي فاول تحت او نمنع الثري. حلو. بس قاسم يعني خانت شوي القهار يعني القهار ماله ما توافق شوي. ممكن ارد عليه؟ لحظه لا تفضل كابتن. خلي يفد هيون بس خلنا نكمل ثالث خليفه عليه. وهيون قبل لا ترد بقول لك شيء، الكوره في التايموت الكوره مو عند قاسم، انت عارف بتقول ليش تعطيها قاسم؟ اي صح، انت ليش ما تغلط نفسك وتقول اختيار اللاعب كان خاطئ؟ لان خصوصا ان ابو علاي كان عليه ونزل من تحت السكرين. لحظة قاسم يدخل كوها كون أنا مخلي في الكوهنة هات سيجي كوهنة خليتها لهجمة لي قلت له بس البداية لما طالع عقب نزل الكوها تصير عند فضل أو عند علي جابر مفروض. حلو. بس صراحة والتراب على علي جابر عجاب اللعب طلع الكوهة تعرف لاعب خبها لاعب صغير يفرق صح. أرجع الكوهة حق قاسم صار الكوهة عند قاسم، هو المفروض قاسم يكون في الوينج الثاني، الكوهة عند فضل تصير أو علي جابر واحد من الاثنين، اللي عند الكوهة يضحك سيجي ينزل اخر الوقت او هو ياخذ الشوت. هاي كان التايم اوت بس قاسم يعني اخذ مغامره، اخذ الكره ودخل على الحلق، يعني هو فكر فيها ثاني، حتى تكلمت وياه اليوم قال المفروض انا اطلع بالكره مره ثانيه، انا كان الوقت اهم. نعم. يعني ظروف مباراه. حلو. لقطه كيفن ميرفي والخطا اللي تم هو بقول لك شيء بعد اسامه، السنوات الثلاث الاربعه اللي قبل كان محمد بوعلاي هو اللي كان يمتلك الكوره، هو كان ياخذ الخبره مال النجمه كلهم. صح. لو كان دي الفريق ما كان في مثلا بوعلاي او بوعلاي كان نسبته كانت اقل، دين اللاعبين بيكون اكثر او صح. يعني القهار بيكون احسن. صح. يعني كان قبل كله بوعلاي، كل كوره عند بوعلاي، هو اللي شنو يبي يسوي؟ هو اللي بيطلع، هو اللي يبي كذي. فضل على جابر وقاسم كانوا ازواهم هامشيه في وجود بوعلاي، السنه اعطيناهم ازواء شوي اكثر. صح، واضح شفناهم. اي على الاساس يعني ان احنا نعم. يعطيك العافيه كابتن رؤوف. الحكم نعم كابتن رؤوف قبل لا اختم وياك احتاجنا ردت احتاجنا احتاج طبعا تجاوبني على سؤال لقطه كيفن ميرفي اذا ممكن نعيده وتكلم عليه كابتن رؤوف. شباب انا انصدمت اللي اخذ الكول مو حسن حاجي، حسن احمد اللي اخذ الكول، حسن احمد اللي صفر الفاول راح للطاوله تكلم تحت، تالي عقب حسن حاج تدخل قال له في شوت، شوف انت لو تعيدها شوي شوف اللي صفر من حسن ابو علي اللي صفر، حسن حاجي كان تحت بعيد عن اللعبه. اوكي حسن احمد ذاك حسن احمد صفر الفاول. اوكي حسن حاجي بعيد كان. نعم راح يعطي هناك يا حسن حاجي اصار انه في شوت كان بعيد اصار انه في شوت يابو الفيديو. اوكي انا ممكن اقتنع ان تقدير فاول تقديرها ممكن اقتنع بس نعم. لما ترجع حق الفيديو انا كنت يمهم ترى اوكي حسن اوكي ابو علي مصمم يقول لحسن حاجي لا الفاول كان تحت، هو يقول لا الفاول فوق، وهم قاعدين يتناقشون يم الارهي. نعم
صفى حسن حاجي انه فيشاف لانه هو حكم اول يعني لا حد يناقشني خلاص. صفى هاي قدامي يعني. قرار حسن احمد كان ان الكره تحت وقرار حسن حاجي انه 3 بوينت. تو شات. اوكي تو شات اوكي اوكي. النقطه واضحه طبعا. بعد في نقطه اسامه بعد في نقطه. تفضل. الكوارتر الثاني كان فضل عنده فاول اند وان فاول وسكور صفاها حسن احمد باسكت. حسن حاجي تدخل في الموضوع قال نو باسكت نفس الطريقة بس تناقض في القهات. اوكي. يعني في الفيديو موجود عندي ان فضل كان فاول وسكور حقه حسن احمد صفر عنده حسن حاجي صفر الغلها يعني انا ما طبعا ما ادخل في النيات ولا شيء. لا اكيد طبعا خلي يكون هو سوء تقدير. نعم. ليش الحكام النيابة وحسن حاجي يابو حطوه في هالمباراة وما يعني وما يدري شلون طريقة اللعب على الاقل يبقى جيم 1 حق شو يفهم على الاقل الموضوع شنو. يعني احنا متعودين على طريقه معينه ان تجيب حكم اماراتي وحكم بحريني احنا متعودين على طريقه معينه شوي تختلف السالفه تختلف الموضوع لازم تجانس تناغم في التحكيم. نعم انا شاكر لك كابتن رؤوف ونتمنى لك كل التوفيق في المنافسات القادمه ان شاء الله في بطوله كاس خليفه بن سلمان. شكرا لك. اعتقد كلام رؤوف مقنع يعني حسن احمد هو اللي حسب عقب الاي ار اس طبعا وطبعا يحق له حسن حاجي يحق له كحكم اول اي يحق له بس يعني هو اللي قاله رؤوف انه خذ تو كولز بتناقضين لغى اند 1 في اول كوارترين للنجمه وعطى كونتينيويشن على اكتف شوتينج في الثري بوينت فالقرارين متناقضين. نعم حلو. طبعا انا اوه المشاهدين الكرام ان يمكن الجماهير تتواصل معنا والمشاهدين على هاتف البرنامج 1-7-6-2-0-7-5-1 1-7-6-2-0-7-5-1 تحصلون على حساب البرنامج at on fire show عبر حساب الانستغرام. ننتقل في اتصال ثاني. ننتقل الى مباراة الرفاع والحالة طبعا المباراة الثانية بين الفرقين في لقاءات شباب والله خلاص مباراة الحالة والرفاع الثانية اللي انتهت لصالح الرفاع. طبعا نستعرض أبرز مدار من إحصائيات هذه المباراة على الشاشة الآن. الرفاع استعاد توازنه في هذه المباراة عودة كويد عودة صباح. نعم شفنا يعني أعطت حضور دخولهم في الأجواء صح ولاحظ الآن عودة كويد عودة صباح قلصت حظوظ الحالة يعني الحالة تقدم في الكوارتر الأول والثاني بفارق كبير. الحالة سجل 9 ثلاثيات في الشوط الأول من المباراة وهي نسبة غير طبيعية أنك سجل 9 ثلاثيات الحالة في ظل يعني تراجع مستواه بصورة كبيرة. وكان من المنطقي أن الرفاع يعود تدريجيا لأن الحالة صاد دروب في أداء الهجومي في هناك تصاعد في أداء الرفاع. كابتن عبد الله أنا بالنسبة لي دي المباراة طبعا محمد كويد أول مباراة له ويا الفريق كان تو عاد وما نعم. كان مستوى المباراة الثانية دخل في الجو لو بنلاحظ حين بنشرح حق الثالث بتشوفه بعصر أحسن تألق أكثر طبعا لحين الرفاع طبعا متأثر بغياب عبد الرحمن غالي ويوم انتم شفتوا الشوط الأولي بالذات يعني حماس الحالة خذوا من المباراة الأولى بالأحرى. نعم فاستمروا على نفس الحماس حسوا اللي يقدرون يغلبون الرفاع لكن الرفاع بتماسكه وخبرة لاعبينه وفرق البنية للحين حق الرفاع. لو تلاحظ انت السكند شانس حق الرفاع اكثر وصج الحالي بيعتمد على التصويب الخارجي والثلاث نقط لكن الرفاع دائما يرجع بالجود ديفنس وانا استغربت المفروض بالعكس الرفاع قاعد يسوي بريس فول كورت حتى المباراة الثالثة بعد بتشوفونه يعني يبين لك لا هو يلعبون 7 لاعبين ترى هم عندهم 7 لاعبين فقط بيج جايز يتحملون على روحهم. صباح عودة له تأثير كبير طبعا علي عباس يود بعد له دور كبير في الفريق صراحة بدون ينسجمون يا بعض عودتهم دائما تي بالبطيء وتشوفهم متأخرين دائما في كل مباراة لكن يعودون بالصبر والتماسك والجهد. هاي باختصار المباراة يعني الرفاع يضغط على الكرة لأنه يمكن أفضل مدافع على الكرة حاليا في البحرين يونس كويد صحيح في التوقيف البنتريشن وفي الضغط ومن أفضل المدافعين وهو مو على الكره صباح فهذه اللاعبين الاثنين وايد ياثرون وجودهم في الطريقه الدفاعيه للرفاع وايد ياثرون. نعم. يونس كويد وصباح. نعم طبعا نبتدي او في هذه المباراه في يعني عندنا لقطتين
في هذه المباراة. في لقطة طريفة صارت في المباراة، خلينا نشوفها. شوف الهجمة حق الحالة، أبي تعليقكم نقاد. شوف المدرب الرفاع، شوف 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 مدرب الرفاع بالغلط طقت يد الكرة، شوف شوف شوف، والكرة تحولت حق من؟ حق لاحظ؟ تحولت حق الرفاع. اي شلون هاي شلون هني؟ لا لا شوف، هو اذا لمست الحكم جزء من الملعب، لمست المدرب لا لا. ايه حتى منصور شوف ردة فعل منصور، شوف ردة فعل منصور حق الحالة المفروض هاي لازم هاي خطأ اعتقد خطأ. وجدام الحكم يعني. منو الحكم كان؟ يونس جناح. نرجع للقطة اخوي خالد، ولا عليك امر منصور تنرفز بالله. اي اي نشوف ردة فعل الحكم، شوف ردة فعل الحكم تغيرت يعني. شوف الحكم يقول ما فيه شيء، شوف قال اوكي. لا لان اعتقد يونس راح ان المدرب مو متعمد، بس هذه ما له دخل الحين. لا لا هو مدرب متعمد، المدرب مدرب مو الرفاع. متعمد فاهم. اي مدرب متعمد من عدم تعمده. اي اوت. بس بقول لك هذه قانونيا اذا بيحسب ان المدرب جزء من برا فاوت على الحاله ترى. لا ده بلا الحين هي في والله انا احسب ان المدرب يده في الملعب. صح صح يده في الملعب بس المدرب لازم تصفر شيء، فاذا يده في الملعب لازم تصفر شيء على المدرب. صح انت تقدر تصفر عليه خط هاي ما صفرت له. المدرب وين واقف؟ برا برا ويده. ومين لا اخر واحد لمس الكره؟ لعب الحاله اوت على الحاله الا اذا بتصفر شيء على المدرب. لا المدرب ما كان قاصده. مالك ده انت لا من لا اخر لعب رجعت حق الرفاع، رجعت الكره راحت حق الرفاع. لو سكور مثلا فاهم. انا اقول لك ايه هذه اذا اوت، اذا بتحسب اوت اوت على الحاله. شوف ليش اوت على الحاله؟ احنا اوقف. اي وقف هذه الخط. ايه انا اذا واقف اي جزء انا مني واقف برا، انا مو الحكم. جاب الكاميرا مو جابني. ايه انا واقف هني، انا اعتبر كاني كرسي برا يعني. ما احترامي له اي مو كشخص، كاني كرسي. اذا لمست الكره كرسي برا اوت 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 على اخر واحد لمسه. زين يدك بداخل ما له شغل. هاي موضوع ثاني. هاي موضوع ثاني. انت تصفر على المدرب انه ليش حددت يدك داخل. هذا الكلام ما الكلام. صفاره صار على المدرب. انا اوكي هاي لقطه عندنا. اعتقد لقطه ثانيه بعد في شيء شباب. اي نشوف هاي اللقطه. شو حسن القراوشي تحت الحلق لاحظ هني في دفع والحكم قال ما فيه شيء. شوفوا لا صفر صفر. نعم وهي اللقطة اللي فيها فيه جدل. في لقطة ثانية صارت في المباراة اعتقد. نشوف في فيديو رجعوا له حكام المباراة حق الاي ار اس. خلنا اشرح هذه قبل لا يصير قبل ان نستعرض اللقطة. في لقطة صارت في المباراة لكن في موبايل صاد الحكام. هاي اللقطة الحكام ياوي بيشوفون لإعادة لتغيير قرار. خلينا نشوف. شوف الحين الحكام ينتظرون من مخرج المباراة يعيد اللقطة. لكن واحد من الجمهور صور اللقطة. اوكي يقول له عيد. شوف الحين انا ما بعرف منو الحكم زين، ولكن المخرج ما عاد للحين. للحين ما عاد، للحين ما عاد، للحين ما عاد، والحكم سوى آخر شيء، اللقطة ما رجعت حتى تشوف تحرك الحكم بس ما انعادت اللقطة. إي طبعًا شوف ما شوف الحكم يحاول في الإعادة بس وما فيه شيء. ما جات الإعادة ورجع خذ قرار بعدين. شوف اعتقد قال له خلاص ما فيه شيء. شوف مش الحكم فأخذ قرار ثاني. هل هو بناء على الاي ار اس او لا؟ طبعا احنا ما نعرف. اكيد لا لا لا, لا لا يعني اكيد شاوروا الحكم. ايه اكيد شاوروا كوكب روحه يا ابو. لا لا شاوروا على اللقطه اللي ما شافوها عادوها. صح شاوروا ما عادوا له. زين وين بيتاكد ما عادوا له شو يسوي؟ لا لازم يرجع. انت شفته تشاور؟ هل طالع هل ما تكرر؟ لا بس تشاور ويا الحكام. اكيد هاي هاي بس كانت لقطه يعني يعني كانت غريبه شويه. غريبه المستعرض. اي المخرج ما رجع له. لا مو بشرط هو ترى يعني التلفزيون مو مسؤول عن. لا مو مسؤول طبعا. هذه الايرس ما في وسيله يعني عند التلفزيون. هو اذا صادها التلفزيون هو مفروض في سيستم ثاني. ما في عندنا لا
او عطلان السيستم عطلان اوكي. طبعا ناخذ لقاء مع مساعد مدرب الحاله الكابتن ايمن حمزه ونرجع لكم. المباراه اللي طافت فزتوا فيها وكنتوا مسيطرين المباراه. شو اللي تغير الفرق 81-67؟ لا والله احنا كنا في الجيم طبعا، واحنا كنا ماخذين الليد 10 بوينتس اوكي، بس الحكام عطوهم المباراه. الحكام عطوهم المباراه، اعطيك 100% اوكي. الحكام عطوهم المباراه فور ا ريزن، ما اعرف ليش. هل ما يبون الحاله يكونوا في التوب فور حق يملؤون الصاله الجماهير او اي دونت نو، يعني ما اعرف شو السبب الصراحه اوكي. بس انا اللي اعرفه ان الحكام عطوا الرفاع المباراه باد كولز. الدقيقة الخامسة من الكوارتر الرابع شفنا عطوهم تكنيكال فاول، ايش كان سببه؟ التكنيكال فاول صحيحة، يعني ما اقول لك انها مو صحيحة، انا شفت الكرسي سو اتس فاين، يعني هاي التكنيكال فاول. بس قبل التكنيكال فاول احنا اوريدي 10 نقاط فوق، انت ترجعهم في المباراة. فنيا احنا كنا وايد زينين، اللاعبين لعبوا وادوا ويعني سووا اللي عليهم اوكي. اللهم ان اخر خمس دقائق اللي لعبنا اندفجوال شوي، لعب فردي لعبنا شوي، فهاي اللي ضيعوا المباراه علينا بهالامور، عرفت؟ بس انا الوم الحكام في هالمباراه، الوم الحكام. ولا مره تروح تراجع الاي ار اس عندك باد كولز، ما تروح تراجع الاي ار اس، يعني غريبه، شيء غريب الصراحه. اي دون نو، يعني انا اعتقد انه ما يبون الحاله يوصلون التوب فور، يبون المنامه والمحرق والرفاع والاهلي حق يملؤون الجماهير، بس ما يروحون حق اللي قاعد يجتهد اوكي. ففريقنا الحين اجتهدنا احنا في الفتره الاخيره، بس يلا الله كريم. طبعا تصريح حلو من ايمن، خطير من ايمن. تتفق ويا كابتن عبد الله في جزئيه انه شنو اللي هو يعني كافح وفريق تغير شوي الحاله خاصه المباراتين. الحكام يبونهم، الحكام ما اعتقد له في مباراه الرفاع والحاله لهم تاثير قوي فيه باد كولز، لكن مو باللي غير نتيجه يعني. بالنسبه لي انا كابتن ريال، انا من حلقتين احنا شفنا لقاء ايمن والحين شفنا لقاء ايمن، يعني توتالي ديفرنت، اي 180 درجه مختلف. انا اعتقد طبعا ما اتفق معه، لا يمكن في باد كولز، بس الباد كولز على الفريقين، ما اعتقد في تعمد في هاي. لا احد يبي الرفوع، يا جمهور الحاله يا كابتن ايمن ترى يمكن اكثر من جمهور الرفوع، اذا جمهور الحاله اللي انا شفته في كره السله صحيح، يمكن اكثر من جمهور الرفوع. فاذا تبي تملي الصاله تجيب، بالعكس يوم الحاله خد دوري من 18 سنوات الصاله امتليت من الحاله صح. بس المشكله في تصريحات كابتن ايمن، يعيش لحظة بعد المباراة يعني يعيش الإحساس، يعني كان شفنا يوم قال جماعة الحالة وحين قال الحكام، هذه الإحساس مفروض. وهي أنا مع احترامي لا أخوي، يعني أعتبر أخوي الصغير، وانت طالع لتقابل الإعلام لازم هاي الإحساس اللي عندك الترجمة إلى مادة تنفهم للإعلام. الحين هو وايد كان تهجم على الحكام، وآخر مرة وايد تهجم كان على الحالة، فأتمنى أن هذه الشيء يقل فيه ويكون موضوعي اكثر، اوبجكتيف اكثر في تعامله مع الاعلام، مع كاميرا اون فاير خصوصا. يمكن انتم ما اعرف، لان انتم ما تحطون السؤال تستفزونه، يمكن انتم تستفزونه بعد السؤال، ما اعرف السؤال شنو، انتم ما تحطون. هاي خالد خالد عبد الغفار طبعا المعدل الجديد مال البرنامج، اسئلته شويه تينا ايمن حامزه شويه. عندنا لقاء ثاني وننتقل الى جيم 2 جيم 3. طبعا اليوم طبعا الرفاع الحاله فاز على الرفاع، والرفاع فاز على الحاله في جيم 2. هاي التصريح طبعا شفناه حق الكابتن ايمن عقب جيم 2. اليوم التقوا الفريقين والرفاع ايضا حقق فوز ثاني على الحاله. للعلم يعني من 3 سنوات او 3 مواسم الحاله الرفاع بدا مشواره ولا فوز لفريق الرفاع على حساب الحاله الا في مباراه جيم 2 الاخيره. والرفاع طبعا اليوم تفاز على، نشوف لوحه اذا عندنا الستاتس جرافيكس حق الستاتس نشوف طبعا. لاحظ الحاله طبعا افضل دفاعيا، لكن الرفاع في بقيه المباراه عنده نزعه هجوميه اكثر شويه. 65 رميه سجل منها 29،
متابعات عنده 32 أقل، لكن الأسيست في الرفاع 17، سرقة الكرة هو الفارق في المباراة 14 ستيل في المباراة، وهي وأعتقد يعني عدد كبير صراحة من سرقة الكرات. ضغط يونس يضغط على الجارد، فيا إنه واحد غير الجارد يحمل الكرة، وإذا تكون الكرة مع الجارد يكون خايف عليها من يونس. صباح ويونس قوة ضاربة في الدفاع صح، صباح ويونس صراحة قوة ضاربة في الدفاع، وبالذات يونس مزعج على الجارد، برشر من يضغط عليه. شوف وأنا احترم يونس، بقول لك ليش، ويخلي يسامحني أحمد حسن، يسامحني ميثم، ويسامحني حسن القراشي. الحين احنا متعودين على جاردات، سامحوني أنا بمثل شوي، ها اخ يونس ياخذ الضربه في صدره واللاعب الهجوم يرد. بصراحه انا احترم هالشيء في يونس، اداء رجولي اداء رجولي سبق انتقدنا احنا اللي يطلبون يعني بالفاول يعني. يونس بصراحه يونس وصباح خصوصا الاثنينات موجودين في الملعب يكون دفاع الرفاع غير. نعم 75-64 الحاله. شوف انا خسر طبعا، شوف انا خلينا نتكلم عن المباراه، كانت بدايه استعجال سيء ترى، لو سكور الكوارتر الاولي جدا استعجال من الطرفين ترى 15-8 اي حتى الشوط الاول 8 يعني اي 8 ثاني فريق في الثلاثي سجل اقل من 10 نقاط في كوارتر، يعني الرفاع سجل نقطه في اول مباراه لا، والحاله اليوم سجلت هذه ندلدل على الاعصاب وتهيئه المدرب حق اللاعبين ترى على فكره، خاصه الشوط الاولي اللي هم يكونون في الجيم بلان طبعا واضح كان على الفريقين ترى مو على الفريق، لكن الرفاع تميز اللي عنده اللي خلص الهجمه. نعم اللي تعلق محمد الكويد اليوم محمد صراحه كويد. يخلص فري داخل، تعرف عندك واحد تعطيه بيجيب لك سكور، الحاله هذه اللي فتقده، هاي اللي فتقده اليوم، ما عنده خاصه في الشوط الاول ما عنده اللي يخلص الهجمه. انا يعني العكس شفته صحيح، السايز حق الحال المفروض يلعب اسرع من المفروض، لكن الرفاع كان اسرع، الرفاع كان اسرع مع ان الرفاع يلعب 6 لاعبين 7 لاعبين، وهذه عنده بن زين ترى الحاله حق سرعه، انا استغربت ان المفروض الحال يلعب برتم ازرع. نعم كابتن ريان، الرفاع ولا الحاله؟ الحاله افضل من الادوار السابقه في هالسيريس مع الرفاع، افضل من الادوار السابقه، في انضباط تكتيكي اكثر، في افرت اكثر، حسين سلمان قاعد يقود الفريق بطريقه افضل، بس دفاعيا الحاله الروتيشن ماله بطيء، الحاله اللي يلعب باحمد مطوع ومنصور كاسي يلعب سجلنا اثنين بيكس، بس ما عنده لا قوه ضاربه داخل ولا في سرعه برا، يفتقد. نعم. يفتقد للشيئين. حلو طبعا ناخذ لقاءات ما بعد المباراة، مباراة الحالة والرفاع، ومدرب فريق الحالة الكابتن صالح الحداد. بالعكس روحه كانت موجودة، والدليل احنا كنا نقاتل لاخر اللعب، يعني انا كام 11 نقطة ما 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 نقول انه ما في روح، كلنا نقول انه في اخطاء في المباراة، في الاخير نقول مبروك الرفاع، قدمنا معاهم مباراة وايد زينة، هار لك فريقي، قاتلنا لاخر شيء، ما الله كتبه لنا، أنت طلع للقادم إن شاء الله. فريق الحالة كابتن صالح الحداد إيجابي، قال نطلع للقادم منافسة كأس خليفة بن سلمان، لكن مدرب الرفاع دراغان الصربي إيش قال؟ First of all, congrats for my team because I agree with you. Really, they looks very good defensively tonight. We didn't give them confidence from start. All of them play very good defensively. Of course, it's not easy to stay all the time like this because Hala has very good shooters and they improve in third quarter. They shoot very good, I think 2 times from 8 meters, so really beautiful. But I think we control all the time. We continue with also offensively we looks much better tonight. We score more for 3-point shot, I think 45% for 3 for us is very good. And about Yunis, yes, last 3 minutes I didn't shout him, I call him because he's point guard, and in this moment I didn't recognize my team because I don't know why he stays side and other players stay with basketball, so we
don't have offense. So that's why I call him to Yunis, grab the ball. You are my point guard, so you control team. Then for us, last 3 minutes, we play smart 37 minutes, so no reason to play different last 3 minutes. That's why, nothing personal. So this is also Yunis play very good game, especially defensively. Last two games, I think he pressed them perfect. طبعا اترك الكلمه لمترجم برنامج اون فاير كابتن ريال محمود. ذو المواهب العديده. المدرب قال ان احنا من البدايه ما خلينا الحوالي يلعب براحته، من البدايه ضغطنا عليهم دفاعيا، كنا جيدين، يمكن الحوالي صوب نسبه عاليه من الخطأ. ليش مدخل باطنك؟ انا ضعفان. اي ضعفان. لا بس هاي اللي يلبسونها ذي شو اسمه؟ ما ادري يسمونه، ما اعرف انه يلبسون خيار. اترك عنك الثاني. اوكي كمل. فقال حوين واحد يركز في كلام الرئيس. والنقطه اللي قال انه صار بين وبينه وبين يونس خلاف، قال مو بخلاف، صار وردي جوا. ايه انا انحرج بسرعه. انه صار بينه وبين يونس خلاف، قال ما في خلاف، بس اخر 3 دقائق يونس هو صانع العاب، بلاي ميكر الفريق، اتوقع تكون الكره عنده. يونس ادى مباراه جدا عاليه خصوصا دفاعيا. اخر 3 دقائق كان يعطي لاعبين ثانيين هم اللي متحكمين في الكره، انا قلت له لا، انت صانع العاب الفريق، ارجع انت اللي تحكم برذم الفريق وانت اللي اخذ الكره. وكلامه اثر ترى. التايم اوت الثاني حق المدرب الرفاع كان بس موجه حق يونس، يوم رجعوا الحاله لست نقاط حلو، بعدين عادوا. تدري ليش يونس ما يروح حق الكره اخر 3 دقائق؟ ليش؟ ما يبي يشوت. اوكي اوكي. طبعا عندنا اتصال مباشر من مدير اللعبه في نادي الحاله الكابتن حسين اسماعيل. الكابتن حسين امسي عليك بالخير. امسي عليك وعلى الجماعه كابتن، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضل كابتن. اول شيء حسين، كابتن حسين اسماعيل، هارلكم اليوم خروج الحاله من منافسات المربع الذهبي. مشكور يا كابتن. اول شيء انا اتصالي مو فني طبعا، انا ما ابي اتناقش في امور فنيه، انتم اخبر مني في ذي المجال، وطبعا انتم تحللون ما شاء الله وعارفين الامور كلها. انا بس حبيت ابارك حق نادي الرفاع فوزهم وتأهلهم حق المربع الذهبي. نعم. وابي اقول حق كل الجماهير خصوصا جماهير الحاله، نعم، احنا نتحمل اللي صار في المباراه اليوم. ليش؟ شو تتحملون يعني؟ الخساره؟ احنا نتحمل في امور احنا نتحملها، الجهاز الاداري هو اللي يتحمل. ليش؟ انتوا اللي تحددون التشكيله؟ مو نحدد التشكيله، في امور احنا كنا نشوفها مع الاسف ما قدرنا ان احنا نصلحها. انا اعترف في برنامج اون فاير ان احنا كجهاز اداري ما قدرنا نصلح الامور، في امور خارجه عن اراداتنا ما قدرنا نصلح الامور. الواقع احنا شفناه والكل شافه، وصحوتنا صحوه الحاله وايد متاخره كانت. نعم. وانا اشكر الكابتن ريان على صراحته انه في المنافسه الاخيره كان الحاله ند حق فريق الرفاع، ولكن احنا نتحمل المسؤوليه ذي كامله، ما نقط اللوم على المدربين ولا نقط اللوم على المدرب. مدرب يسوي شغله، الجهاز الاداري هو اللي حدد من هو المدرب اللي المفروض يكون، من هو اللاعب اللي المفروض يكون، من المحترف اللي تم اختياره عن طريق المدرب. هذه الجهاز الاداري تحمل المسؤوليه كامله. حلو. اعتقد معناته انا افهم من حكيك ان الجهاز الاداري فشل في الحاله، مع ان انا يعني اشوف الحاله سوى انجاز. العام كان خارج السداسي، السنه دخل سداسي، واليوم انت وصلت يعني خطوه بينك وبين المربع الذهبي، هاي يعني انجاز حق الحاله، صح ولا لا؟ هو الحمد لله كابتن، التوفيق من الله، ولكن صحواتني جات متاخره في امور. يعني بخبره رئيس الجهاز الكابتن احمد ملله، كوني انا اشتغلت في انديه وايد وخبرتي واسعه في ذي اللعبه، نعم، انا اشوف ان كان بامكاننا نسوي شيء افضل. حلو. بس لكن الوقت ما فات كابتن حسين، عندك طبعا بطولات كاس خليفه قادمه، ممكن التعويض، الموسم ما انتهى الحين. ان شاء الله نعوض نوع الجماهير، ان الامور اللي صارت والاخطاء اللي صارت نتحملها واحنا اللي بنصلحها. نعم. يعطيكم العافيه. وشاكر لكم كلكم ويعطيكم العافيه، وان شاء الله البرنامج ما شاء الله الى الامام دائما ان شاء الله، الله يوفقكم كابتن. تسلم تسلم اخوي حسين. مشكور. طبعا نرجع الى المباراه، واعتقد عندنا لقاء مع نجم نادي الرفاع الكابتن صباح حسين. الحمد لله على الفوز، مجهود جماعي من اللاعبين،
يعني عدينا صار لنا هالفتره كلها نشتغل على الديفنس، هاي النقطه اللي كانت ضعيفه عندنا ثلاث مباريات، بس الحمد لله المدرب اعطانا الخطط طبقنا اللي يبي المدرب والحمد لله فزنا. وهاي الدور الجماعي دائما اذا بتلعب جماعي وديفنس بقوه تاخذ المباراه بسهوله، والحاله فريق قوي الحمد لله غلبناه، قدرنا ناخذ المباراه ونتاهل حق المربع. طبعا كابتن صباح حسين اسماعيل، طبعا كابتن صباح حسين نجم نادي الرفاع في تصريحه، لكن عندنا شباب تقريبا ست دقائق تقريبا ننهي البرنامج. تعقيبك على كابتن حسين اسماعيل. اولا جرأته، هاي انا قليل ما نسمع جهاز اداري يطلع يتحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه ما لهم مدرب ما لهم لاعبين ما لهم اداره، قال احنا المسؤولين، وهذا شيء هاي شيء الصراحه ايجابي. نعم. يحسب للكابتن حسين اسماعيل واداره نادي الحال. نعم. كابتن عبد الله ثني على كلام، ثني على كلام. في اتصال شباب، اوكي. رسمنا المربع الذهبي خلاص، الاهلي، المنامه، المحرق، الرفاع، كلاكت للموسم الثالث على التوالي. يتكرر نفس السيناريو في المربع الذهبي، المنامه يلاقي الرفاع. شو النظام بيست اوف 3؟ بيست اوف 3. طبعا اتصال مع السيد مصطفى. الو سيد مصطفى معنا على الخط؟ نعم. سيد طبعا اداري سابق في نادي ستره، اعتقد رئيس جهاز كان صح في نادي ستره. نمسي عليك بالخير اخوي سيد. مساكم الله بالخير والنور. يا هلا فيك. تفضل مداخلتك. اولا احيي الاخوان، اخوي عزيزي حبيب قلبي ريان، الله يحييك. اخونا العزيز الاستاذ عبد الله، الله يحييك. وانت يا ابو احمد حبيبي المعزب العود، الله يسلمك الله يسلمك. مداخلتك اخوي سيد تفضل. مداخلتي فقط احب اوجه تحيه وارفع القبعه لاخونا المدرب القدير ابن البلد رؤوف حبيل. حلو. رجل امتعنا بفريق لا يمتلك نجوم ولكنه يمتلك فريق ناجم. نعم. اجبر اكبر الانديه في البحرين ان تلعب باسلوبه. صح. بخطا تحكيمي كنت اتمنى شخصيا اني اراه ضمن الفرق الاربعه. ممتع. نعم. لكن بصافره غير موفقه اخرجت من البطوله. ليست مو هذا مو تقليل في نادي محرق، نادي محرق نادي له تاريخه، نادي كبير جدا. نعم. كان المفروض ان نشوف المباراه الثالثه اليوم ايضا ونعيش المتعه في المباراه الثالثه مع نادي النجمه. نادي النجمه انا شخصيا اذا كان هذا البرنامج منصف واذا كنت اعطي انصاف وكلمه حق ان ارشح فريق النجمه ان يكون افضل فريق، وان يكون المدرب رؤوف هو افضل مدرب واثبت وجوده وكسب ودنا واحترامنا واحترام الفرق الكبيره. نعم. تعاطفنا اخوي سيد طبعا نقطتك واضحه. نعم. تعاطفوا مع فريق النجمه لما خرج ما. نعم. كانوا يتمنون انه يطلع فريق النجمه. نعم. انا شاكر لك سيد مصطفى على مداخلتك، وطبعا يستحق كل الثناء كابتن رؤوف حبيل ويا ايضا فريق النجم اللي قدم موسم ممتع. والنقطة الأهم اللي ذكرها الأخ سيد مصطفى، النجم أجبر الفرق أنها تلعب بأسلوبه وليس بأسلوبهم. كلام صحيح 100%. في اتصال ثاني؟ ما في اتصال ثاني. أوكي. أعقب على سيد مصطفى. تفضل. أنا من أتذكر ما أتذكر الموسم بالضبط، بس أتذكر رؤوف كان في زعل بينه وبين النادي أو زعل بسبب النتائج. سيد مصطفى الكلام من زمان فوق الخمس ست سنوات، سيد مصطفى اقنع رؤوف قال له رؤوف انت كلامك صح، للحين ما انسى، انت كلامك صح بتشوف عملك بعدين. حلو. هذه كان قبل رؤوف يطلع ثاني الكاس في موسم 2015 و2016، وفعلا كلام سيد مصطفى قاعد نشوف ثمار شغل رؤوف عبر السنين. حلو حلو. انا عندي نقطتين بس. اول شيء تشرفنا بحضور سمو الشيخ نعم عيسى بن سلمان صراحه في الصاله جيد.
وحق جيد؟ حق لا 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 ممتاز كشخة صراحة. لا أنا قصدي حق كرة السلة البحرية يعطي هيبة وطالة صراحة صح. يعطي جو ثاني نعم جدا جدا احنا فخورين بحضور سموه ويعطي رونق وقيمة حق الدولة بصراحة صح. الشيء الثاني أنا أتمنى شفنا لجنة الانضباط طبعا تشتغل أتمنى من الجمهور المحافظة على الأخلاق والتشجيع الجيد صراحة أيوه. وعدم توريط النادي عدم في عقوبات النادي في عقوبات حين كل النادي قاعد تتخذ عقوبات بسبب جماهيرها هذه النقطتين وحضورهم إن شاء الله الجاي جدا مهم حق نجاح البطولة خلاص طبعا. ناخذ اتصال مع المتصل أبو بيان. أبو بيان مساء الخير. مساك الله بالنور يبا. يا هلا أخوي أبو بيان شونك؟ لونك وسامك الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك. تفضل أخوي. أخبار سلم على الكباتن أخوي. الله يسلمك. أخوي مبارك للرفاع فوزه اليوم. الله يبارك فيك. وعودة محمد كويد اللاعب البطل. نعم. وتقريبا المربع الذهبي كمل وكل الأفرقة ما شاء الله هالمرة باردين. ونتمنى يعني هاي احنا نتمناه كجمهور انه يكون حكام يعني يساعدون الحكام البحرينيين يبون حكام خارج بحكم ان المباريات تكون وايد ويمكن تكون صعبة على الحكام يعني مباريات كلها تنشن وضغوط فاحنا نتمنى وحبينا نشكركم على هالبرنامج الوجيه صراحة تسلم. اللي يلمس يعني قلب الشارع الرياضي الشلاوي تسلم 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 الله يعافيك ابو بيان. قبل لا نختم شباب في اتصال اوكي طبعا نعتذر حق في ضغط اتصالات كثير لكن الوقت ما يسعي يعني لتلقي كل الاتصالات. كابتن ريان قبل لا نختم نتمنى نشوف كاس سمو الشيخ خليفه نشوف قرعه جيده نشوف ان شاء الله تكون في مفاجات في القرعه. ما اعرف نظام القرعه شنو من متصدرين المجموعتين بس ان شاء الله نشوف مفاجات في القرعه عشان نشوف متعه. متى بيبدوا تقريبا الناس بتسال الحين الاسبوع القادم الاسبوع القادم ونتمنى بعدها نشوف مربع على مستوى عالي. نعم كابتن عبد انا بالنسبه لي اتمنى حضور جماهيري هاي اللي على اساس يرفع المستوى. نعم. طبعا بيكون في محترفين في المربع في المربع بدايه لا بس طبعا الانطلاقه راح تكون لكاس خليفه في الاسبوع القادم. طبعا الجماهير راح تكون مدعوه لحضور لاول مره قرعه تحضر جمهور حفل قرعه لاول مره جمهور يحضر لمراسم قرعه كاس خليفه وراح تكون في صاله زين يوم السبت القادم باذن الله الساعه 7:30. نلتقي معكم الاسبوع القادم والى اللقاء.